إذن انتهت أعمال اليوم الأول من أعمال مجموعة بريكس هنا في جوهانسبرغ بالتوافق خلال القمة التي توجت بها أعمال اليوم الأول، وفي نهايته ربما كان التوافق على ملفات كثيرة من بداية إدخال أعضاء جدد لهذا التجمع ووصولا إلى دعم الاقتصادات الفقيرة وإلى إيجاد صورة مختلفة للاقتصاد العالمي تسعى لها بريكس من خلال دعم الدول الفقيرة أو المؤسسات الفقيرة بديلا عن المؤسسات المالية العالمية. قال ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته، قال إن بنك التنمية الخاص ببريكس سيكون بديلا عن مؤسسات مالية موجودة بالفعل. ما قاله بوتين وإن كان حادا في جهة الغرب لما من صراع الآن بين روسيا والدول الغربية، وهذا واضح في كلماته، إلا أنه كان هناك توافق على الرؤى بينه وبين الرئيس البرازيلي مثلا لولا دا سيلفا، والذي أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في أعمال بريكس، أكد على دعم الاقتصادات الفقيرة وعلى إدخال أو توسيع شريحة الداخلين إلى بريكس من دول أكثر فقرا من دول الجنوب تحديدا. وهذا أيضا ما قاله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي قال إن بريكس جاء في توقيت مناسب جدا لدول العالم كي تلعب الدول الفقيرة دورا أوسع مما كانت تلعبه في السابق. يعني هذه الكلمات ربما كانت متوحدة في أفكارها، في رؤاها، في خططها المستقبلية. الرئيس الجنوب أفريقي ربما وضع خريطة طريق لما يجب أن تكون عليه أعمال بريكس في الفترة المقبلة بإضافة دول أخرى. ربما أيضا العملة الموحدة دعا إليها عدد من قادة هذا التجمع بشكل ما، بعد أن تحل المشاكل أو بعد أن ينشأ بنك مركزي واحد لدول هذا التجمع. اللافت أيضا أن ما سبق اجتماع القمة في اجتماعات فنية للخبراء كانت أيضا متفقة في كثير من الملفات، خاصة الملف الزراعي، في تطوير القطاع الزراعي، في تطوير الإنتاج الزراعي، في تطوير استخدامات التكنولوجيا الزراعية في الإنتاج الزراعي وفي نقل المواد الزراعية، وأيضا في القطاع البنكي الذي ربما سيلعب بالتأكيد دورا مهما جدا ما بين الدول الأعضاء في بريكس. هذا إذن ما وجدناه في حصيلة اليوم الأول من هذه القمة 15 هنا في جوهانسبرغ. ونعتقد أن اليوم الثاني بما يحمله من لقاءات كثيرة للخبراء سيحمل أيضا مزيدا من الأفكار والنقاشات، والتي نعتقد أنها لم تخرج عن نفس سياق الاتفاق الذي خرجت عليه نصوص اليوم الأول من هذه القمة.